القدم يعمل في كرة القدم et surtout surtout je pense une excellente hygiène de vie اللي خلاته sur le plan physique يكون في مستوى كبير à chaque fois qui يلعب مقابلات وكل عام يزيد يحسن surtout من المستوى ده. كما قال كان في الحومة الحمد لله كنت في الحومة كما قال شايف تلعب برا كما الناس كما قال واحد من الحومة كما قال شكرا بزاف ما نذكرش اسمه كما قال له وجهني فريق وداد تيلي مسام نشكرو بزاف كنت كما قال في الفريق الاول من بعد تنقلت الى نادي بارادو كما قال ما كنتش كاين كما لعبت يوناني كما قال ما تبليسي تما من بعد عاد وليت ميدان تيليمسان كما قال الواحد الحمد لله تما درت مستوى من بعد تنقلت الى وفاق الصيف فتح عام عطلتي الحمد لله كما قال بالخدمه باللاعبين اللي كنت معاهم كما قال ساعدوني بالبزاف كما قال حصلنا على لقبين كما قال عام هذا الاخراني اللي فات كما قال جامي روبرت الموسم الماضي كما قال واحد كنا من فامي باش حققنا موسم لاباس به كما قال كان عندنا انديبي صعيب مي كما قال كنا حنا جوار كنا كما قال درنا اليد في اليد وتمشينا بالنيه وحققنا واش كنا حابين وكما قال واحد الجمهور زاد ساعدنا بالبزاف في الموسم الفارط اللي باش تحصلنا على ثنائيه ديت قرار باش نلتحق الاتحاد العاصمه كما قال واحد باش نزيد بليس ان شاء الله في المستوى تاعي والحمد لله كما قال ربي يوفقني كانت بدايه موفقه ان شاء الله تكمل في ان شاء الله بربي ان شاء الله نكون في الحسن الظن ان شاء الله كما قال تجيني الفرصه ولو كما قال بروفي بلي ان شاء الله نمد ان بليس للمنتخب بالنسبه للاجواء الان علاقتك مع اللاعبين لاباس بها الحمد لله كما لاعب فرغولي لاعب فالونسيا كما قال نشتيه بزاف كانت كما قال مجموعه كانت لومبيونس في لي زونترينمون باش حققنا هذه الثنائيه والحمد لله كما قال ثنائيه اللي جامي ننساها زيدان لاعب جزائري خريص انا عندي كي تكون عندي روبو كما قال فاكونس نقضي كما قال اغلب اوقات تاعي نقضيهم في الموطور